بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات في جدة، تقول حا ميم عين مقيمة في جدة، أختنا لها جمع من القضايا. في إحداها تقول: سمعت من إحدى الأخوات أن لبس خاتم الزواج للمرأة المسلمة يعتبر تشبها بغير المسلمات، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن لبس المرأة للخاتم هذا من عادة النساء ومما أباحه الله للنساء من باب التحلي والتزين، لا من باب اعتقاد أن هذا له تأثير في الزواج أو في المحبة بين الزوجين، فإن هذا اعتقاد فاسد. وإنما تلبس الخواتيم وغيرها من الحلي من باب التزين بذلك والتحلي بذلك، دون أن تعتقد أن لبس هذا الخاتم عند الخطوبة أو عند عقد الزواج أن ذلك يسبب المحبة بين الزوجين، فإن هذا اعتقاد فاسد واعتقاد شركي يجب الحذر منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون إن من يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يأتي يوم القيامة والدا وهما مستورين أو وهما قد سترت عوراتهما، هل هذا صحيح أو ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هذا الحديث لا أعرف له صحة وثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد أن الله سبحانه وتعالى يكرم الوالدين اللذين حفظ أو تسبب في حفظ ولدهما القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يكرمهما بذلك جزاء لتربيتهما لولدهما على الطاعة وعلى حفظ القرآن. أما هذا الحديث الذي ذكره السائل فلا أعرف عنه شيئا. وسورة البقرة وآل عمران فيه مفهوم، قد جاء في الحديث أن القرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة سورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طيل حاجان عن صاحبهما، هذا الذي ورد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أنا فتاة من إحدى الدول العربية المجاورة وأريد أن أرتدي الحجاب النقاب، ولكن في البلدة التي أسكن فيها النقاب غير منتشر ويعتبره الناس شاذة، ومن تلبس النقاب منا وتسير في الشارع تكون محط أنظار الناس إذ أنها مخالفة للمسلمات الأخريات، فما رأي فضيلتكم أن ألبس اللباس الإسلامي ولكن يظهر منه وجهي ويدي؟ مع العلم أنني لست فاتنة الجمال ولكن الحمد لله متوسطة، أريد من فضيلتكم إبداء الرأي في هذه القضية جزاكم الله خيرا. الذي نوصيك به الالتزام بستر الوجه والكفين عند الخروج، وأن لا تلتفتي إلى ما تلاقين من الاستغراب، فإنك على الحق والحمد لله، وأيضا لتكون قدوة صالحة في هذا الأمر لغيرك من أخواتك، فالتزمي بستر الوجه والكفين عند الخروج ولا تلتفتي إلى ما يقال عن ذلك من الاستغراب، ولتكون قدوة صالحة لأخواتك المسلمات. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ذكرت عبارة شيخ صالح، ذكرت أختنا عبارة لا أدري هل لكم من تعليق عليها أو لا، تقول أنها ليست بجميلة، وهذا يعني أنها تتصور أن الحجاب للجميلات فقط، هل لكم من تعليق شيخ صالح؟ هذا غلط، الحجاب عام للمسلمات جميلات وغير جميلات، الحجاب عام للمسلمات الجميلات وغير الجميلات، وليس لهذا الكلام تأثير. نعم جزاكم الله خيرا. هل يشترط في الحجاب أن يكون بالنقاب أو لا مانع من أن يكون من أي ملبس آخر؟ المهم أن تستر وجهها بالنقاب أو بغيره، يرخص في أن تجعل فتحتين للعينين أو لعين واحدة، ولكن النقاب الكامل الذي يستر الوجه والعينين أكمل وأتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جاء والدي ليؤدي فريضة الحج العام قبل الماضي، وتمكن بفضل من الله تعالى من ذلك، وبعد سفره إلى مصر تبين أنه لم يسعى بين الصفا والمروة عند عودته من منى، بل طاف بالبيت فقط، وذلك لعدم علمه بذلك، وكان متمتعا، وحاليا لا يستطيع العودة للمجيء هنا لعمل عمرة حتى يسعى. هل يجوز أن يوكل أحد يسعى مكانه، أم يوكل أحد لدفع الدم مكانه، أم ماذا يفعل، مع التأكيد مرة أخرى أنه غير قادر للعودة هنا مرة أخرى ليقوم بقضاء ما فاته من السعي؟ السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فيجب عليه أن يرجع إلى مكة ويأتي بالسعي، سواء أخذ عمرة في مجيئه وأداها ثم يسعى للحج، أو جاء ولم يأخذ عمرة واقتصر على أداء السعي للحج. وإذا أقام في مكة بعد السعي الحج فإنه عند السفر يطوف للوداع، لكن لا بد يطوف للوداع هنا، لا بد أن يطوف للوداع سواء سافر بعد السعي مباشرة أو تأخر بعده، لا بد من طواف الوداع، لأنه لا يصح طواف الوداع إلا بعد إكمال المناسك، وهذا لم تكمل مناسكه، فيكون قد بقي عليه السعي وهو ركن، وبقي عليه طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويأتي بهما جميعا، ويحاول المجيء مهما أمكنه ذلك، لأنه لا يتم حجه إلا بذلك. نعم يركز على عدم استطاعة الشيخ صالح، كررها أكثر من مرة في الرسالة. كيف استطاع يأتي في الأول ويحج والآن ما يستطيع؟ ربما طرأت ظروف، ربما وربما. ينتظر حتى يستطيع ويأتي. إن كان العارض هذا يمكن زواله، نعم، فإنه يأتي. وإذا تعذر نهائيا، نعم، فلا بأس أن يوكل من يؤدي عنه سعي الحج وطواف الوداع. الحمد لله. لأنه إذا جازت النيابة في جميع الحج، نعم، فإنها تجوز. ركن من أركان بعضه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية اليمنية لواء الحديدة رسالة بعث بها المستمع إبراهيم عبد عياش الدرعي، يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول: هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي لا زالت في مدة العدة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق رجعيا لم يستكمل الثلاث وهي ما زالت في العدة فإنها ترث، لأن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها الميراث. أما إذا كان هذا الطلاق طلاقا بائنا، سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فإنها ليس لها ميراث لأنها ليست زوجة. نعم. إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الميراث، فهل ترث أو لا؟ نعم، إذا طلقها متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية آية عظيمة في موضوع الزوجية، قول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا فيه وجوب العدة على المطلقة وأنها تعتد بثلاثة قروء، والمراد بالقروء الحيض، يعني تعتد بثلاث
حيض، فإذا أتى عليها الحيض 3 مرات بعد الطلاق فإنها تخرج من العدة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحيض أو من الولد إذا كانت حاملا، بل يجب عليها أن تبين وتوضح ذلك ولا تكتمه وتدعي خلافه، لأن هذا يتعلق به حقوق وأحكام شرعية فلا بد من بيانه. وبعولتهن أحق بردهن، يعني أزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بمراجعتهن ما دمن في العدة، فله عليها حق الرجعة ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي. ولهذا مدد الله سبحانه وتعالى العدة إلى 3 قروء من أجل خلو الرحم من الولد، ومن أجل أن تتاح الفرصة للزوج إذا أراد المراجعة وندم على الطلاق، فما دامت في العدة الطلاق الرجعي فلزوجها مراجعتها ما دامت في العدة إن أرادوا إصلاحها، إذا كان يريد بمراجعتها العشرة الطيبة والإمساك بالمعروف، أما إذا كان يريد الإضرار بها يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها فإن هذا منهي عنه. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم قال جل وعلا: ولهن، يعني من الحقوق على الزوج مثل الذي عليهن، أي مثل ما للزوج على الزوجة من الحقوق، فالمرأة لها حقوق على زوجها والزوج له حقوق على امرأته، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي ما عليه من الحقوق نحو الآخر. وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة، يمتاز الرجل، يمتاز الزوج على الزوجة لأن له حقوقا أكثر، لأن جعل الله الطلاق بيده ولم يجعله بيدها. والله عزيز حكيم، فقوله جل وعلا والله عزيز، هذا فيه وعيد لمن يتعدى على الآخر، لأن الله قوي ينتقم منه سبحانه وتعالى باعتدائه، حكيم في تشريعه حيث شرع هذه الأحكام التي هي في مصالح العباد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمة. يقول جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقوله إذا طلقتم هذا يدل على عموم الخطاب، وأن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد الأمة، وخطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له ولأنه المبلغ عن الله عز وجل. فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق، وهو أن تكون المرأة طاهرا من غير مسيس، من غير جماع، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يجوز أن يطلقها وهي في الحيض، أو أن يطلقها وفي طهر قد جامعها فيه. وأحصوا العدة، تقيدوا بالعدة التي شرع الله سبحانه وتعالى ولا تخالفوها، واتقوا الله ربكم بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، اتقوا الله ربكم بفعل ما أمركم به من التقيد بالعدة الشرعية وترك ما نهاكم عنه من الطلاق في غير وقته الشرعي الطلاق البدعي. لا تخرجوهن من بيوتهن، المطلقة الرجعية تجب لها السكنة ولا تخرج من بيت الزوج ما دامت في العدة، لأنها زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. ولا يخرجن، لما نهى الأزواج عن إخراج مطلقاتهم الرجعيات من بيوتهن نهى الزوجات أيضا عن الخروج بأنفسهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والمراد بذلك إذا كانت المرأة بذيئة سليطة في لسانها تؤذي أهل البيت فلا بأس أن تخرج دفعا لأذاها عن أهل البيت. وتلك حدود الله، أي أحكامه التي شرعها ويجب التقيد بها وعدم تعديها تجاوزها، من ذلك التقيد بالعدة والتقيد بالطلاق الشرعي والتقيد بسكن المطلقة وعدم إخراجها من بيتها إلا لسبب شرعي. من يتعدى حدود الله فيخالف هذه الأحكام
أو غيرها من الأحكام الشرعية فقد ظلم نفسه حيث عرضها لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فإن الواجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه بطاعة الله عز وجل لتنال الثواب وتنجو من العقاب. أما إذا عصى الله فقد ظلم نفسه حيث عرضها للعقوبة. ثم قال جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا بيان للحكمة في طلاق الزوجة في وقت الطلاق الشرعي المناسب، والحكمة في بقائها في بيت زوجها المطلق مدة العدة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث للزوج الندم على الطلاق فيراجع، فإذا أراد المراجعة وجد الفرصة أمامه مواتية، المرأة في بيته والعدة لم تنتهي، فكان في ذلك تيسيرا عليه حينما يراجع صوابه ويذهب عنه الغضب ويندم على الطلاق فيجد الفرصة أمامه ميسرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، أي بعد هذا الطلاق، أمرا وهو الندم ومحبة الزوجة ومحبة مراجعتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها المستمع محمد أحمد القراري، يسأل ويقول: هل الأموات الصالحون الذين يكونون في الجنة بعد موتهم هل يرى بعضهم بعضا أم لا؟ وكذلك الحال بالنسبة لغير الصالحين، جزاكم الله خيرا. نعم، أهل الجنة يجمعهم الله سبحانه وتعالى ويرى بعضهم بعضا ويألس بعضهم ببعض وتقر أعين بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حقنا بهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله يجمع بين الأحباب والأقارب والإخوة المؤمنين ليأنس بعضهم ببعض في الجنة. وكذلك أما أهل النار فإنهم والعياذ بالله في عذاب، وهم أعدى بعضهم لبعض، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتلاومون ويتسابون، وكل واحد منهم يحمل الآخر المسؤولية عما وقعوا فيه. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فأهل النار يتلاومون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعين.